أما عن الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز اللي استلم بشكل رسمي النهاردة رئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة من الجزائري علي زعتر بمقر الاتحاد الإفريقي في الجزائر. وأنهى إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز جميع الإجراءات الخاصة بتسلم الاتحاد الإفريقي في أجواء طيبة جدا في ظل طبعا العلاقة القوية والمحترمة اللي بتجمع بين مصر والجزائر. إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز كان فاز بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة في الانتخابات اللي اتعملت الشهر اللي فات، وده كان على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي اللي أقيمت بمدينة أنطاليا بتركيا. أما عن اتحاد الاسكواش للمحترفين، أعلن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة جي بي مورجان للسكواش اللي هتتلعب في مدينة نيويورك في الفترة من 13 والحد 21 يناير اللي جاي، وده بعد ما تم إلغاء البطولة في 2021 بسبب فيروس كورونا. هيشارك في البطولة إن شاء الله 96 لاعب ولاعبة من أفضل لاعبي العالم، ومن ضمنهم 26 من مصر، علشان وهيوصل مجموع جوائز البطولة بالمناسبة ل 360 ألف دولار مقسمة بالتساوي بين الرجال والسيدات. وهيشارك في منافسات الرجال من مصر كل من علي فرج، يوسف إبراهيم، مروان الشرباجي، عمر مسعد، كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، محمد الشرباجي، مازن هشام، محمد الشربيني، وفارس دسوقي، وكريم الحمامي، ومحمد أبو الغار، ومصطفى السيرتي. أما منافسات السيدات فهيشارك كل من نور الشربيني، نادين شاهين، سلمى هاني، ميار هاني، زينة مكوي، وندى عباس، هانيا الحمامي، ويسرب عادل، ومريم متولي، ومنى حامد، ونور الطيب، وروان العربي، ونوران جوهر. كل التوفيق للسكواش اللي أنا دايما بقول أن نفسي في يوم من الأيام أن لعبة السكواش تكون لعبة أولمبية، لأن احنا متفوقين فيها بشكل كبير جدا، ولو إن شاء الله بقت لعبة أولمبية هنضمن فيها أكتر من ميدالية، مع رفع الأثقال بقى والتايكوندو عندنا ألعاب كتيرة جدا، والهاندبول اللي في طريقه إن شاء الله المرة الجاية لتحقيق البرونز بإذن الله. نفسنا ان شاء الله يكون عندنا العاب كتيره جدا، وهم رايحين كده والبعثه رايحه باذن الله، يعني اي اولمبياد تبقى عارف والله احنا عندنا امال على رفع الاثقال والتايكوندو والملاكمه والمصارعه والهاندبول، يعني بجد نفسنا نبقى عارفين ده واخدين بالنا من ده، وهم رايحين نبقى عندنا العاب مهمه جدا جدا قادرين انهم يحققوا ميداليات اولمبيه باذن الله. بتمنى في يوم من الايام ان السكواش تكون لعبه اولمبيه باذن الله.